Μεταδώστε την είδηση, όχι τον ιό. Spread the news, not the virus. Το Solidarity Now, σε συνεργασία με το pod.gr, δίνει τις απαντήσεις στους πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν ανάμεσά μας. Ακολουθούν οδηγίες προστασίας και πρόληψης από τον κορονοϊό στα αραβικά. منظمة Solidarity Now بالتعاون مع موقع pod.gr تزود اللاجئين والمهاجرين بالحقائق والأسئلة حول فيروس كورونا باللغة العربية. انشر الخبر وليس الفيروس بدعم من Solidarity Now. نحن فريق واحد في معركة خفض انتقال كوفيد-19. نبقى على علم، نتخذ الاحتياطات اللازمة، نبقى أمينين لنحمي من حولنا. تقوم منظمة Solidarity Now بناء على الوثيقة الصادرة عن المنظمة العالمية للهجرة بإبلاغك بالقيود المفروضة على التنقلات العامة الصادرة منذ 23 من شهر مارس. الإجراء تم اتخاذه لمنع المزيد من تفشي مرض كوفيد-19. معلومات بخصوص حظر التجول: لا يسمح بالتنقل إلا لأسباب واحتياجات محددة للغاية مثل العمل، زيارة الطبيب أو الصيدلية بعد الحصول على المشورة الطبية أو التسوق لشراء الضروريات. بالإضافة إلى تصريح التنقل الخاص، يجب أن تبقى حاملا للوثيقة الشخصية مثل الهوية الخاصة بك، بطاقة اللجوء، بطاقة الإقامة أو وثيقة السفر. لا يسمح لك بقضاء الوقت في مناطق لعب الأطفال الخارجية والمنتزهات والمنشآت الرياضية المفتوحة والموانئ. ستتعرض لغرامة قيمتها 150 يورو في حال مخالفتك أو عدم تقيدك بالقواعد. الأسباب التي يسمح من خلالها بالتنقل بعد الحصول على تصريح التنقل أو الشهادة النوعية هي: 1- زيارة الطبيب أو الصيدلية وذلك عملا بتعليمات الطبيب. 2- التسوق للاحتياجات الضرورية. 3- الذهاب إلى البنك عند الضرورة. 4- رعاية الأقارب من هم بحاجة للرعاية. 5- لحضور مناسبة كجنازة أو زواج أو لزيارة أطفالك في حال كنت مطلقا. 6- للذهاب لممارسة الرياضة بشكل فردي أو في حالة أزواج مع الإبقاء على مسافة 1.5 متر فيما بينكم أو للتنزه مع الكلب الخاص بك. 7- للذهاب إلى مكان إقامتك الدائم لمرة واحدة فقط. يسمح بالتنقلات التي تخدم الاحتياجات المذكورة سابقا. ستحتاج إلى الحصول على تصريح خاص لكل حركة تنقل، كما يمكنك إصدار هذا التصريح إما عن طريق ملء نموذج عبر الإنترنت موجود باللغة اليونانية على الموقع forma.gov.gr أو باللغة الإنجليزية على موقع www.solidaritynow.org يطلق عليه اسم VVOCT بوفيتا أو باللغة العربية شهادة نوع بي أو عن طريق إرسال رسالة نصية مجانا على الرقم 13033 مع ذكر ما يلي: رقم السبب الخاص الذي ترغب بالتنقل من أجله المذكور سابقا من 1 إلى 7، ثم فراغ، ثم الاسم، ثم الشهرة، ثم فراغ، ثم العنوان. ستصلك رسالة نصية قصيرة كرد على رسالتك والتي ستحتاج إلى إظهارها خلال أي تدقيق للشرطة. إذا لم يكن لديك رد الرسالة النصية فسيتم تغريمك بمبلغ 150 يورو. إذا كنت موظفاً وتحتاج إلى الذهاب إلى العمل، يجب أن يكون لديك تصريح خاص معك وهو عبارة عن شهادة نوع A يطلق عليها باللغة اليونانية VVOCT بوالفا، حيث يجب أن يتم توقيعها من رب العمل ويذكر ضمنها عنوانك الدائم وعنوان عملك ووقت وصولك إلى العمل ووقت المغادرة. تحتاج دائماً إلى الإبقاء على هذا التصريح بحوزتك. يستطيع صاحب العمل الحصول على هذا التصريح من خلال الموقع الإلكتروني forma.gov.gr باللغة اليونانية أو باللغة الإنجليزية على موقع www.solidaritynow.org وأن يوقع عليه. لن ندع الخوف يكسب، ابقى آمناً، ابقى في بيتك. Ήταν το Frequently Asked Questions for Migrants.
ένα podcast του Solidarity Now σε συνεργασία με το pod.gr που δίνει χρήσιμες απαντήσεις σε πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν στη χώρα μας. Βρείτε το podcast στην ιστοσελίδα του Solidarity Now, στο pod.gr, στο Spotify, Apple Podcasts ή όπου ακούτε podcast από το κινητό σας. يمكنك الاستماع إلى التدوين الصوتي على موقع Solidarity Now أو pod.gr أو Spotify أو Apple Podcasts أو على أي موقع تستمع إليه للتدوين الصوتي من هاتفك المحمول.